بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم برضو من المواضيع المهمة في الكورس عندنا، ازاي تباك اب الاكتف دايركتوري بتاعك، وازاي تباك اب السيستم اصلا بتاعك. علشان تباك اب على 2008 اتفقنا مع بعض ان انا لو دخلت هنا جوه الادمنستريتيف تولز جبت ويندوز سيرفر باك اب، هبص لي الويزرد بتاعي فاضي مفهوش حاجة. ليه؟ لابد ان انا اعمل انستول، للحتة بتاعت الباك اب. في 2008 في 2003 كان الوضع مختلف، كان الويزرد بتاع الباك اب اوريدي انستولد خلاص. هو اختلف في 2000، هتروح دلوقتي، هو اختلف في 2008 بقى لازم تعمل له انستولد خلاص. فعلشان تعمل له انستولد لابد ان حضرتك تخش في سيرفر مانجر فيتشرز، وتقول له انا عايز اد فيتشر، حد يشوف كده معايا فين هي، فين اهي، ويندوز سيرفر باك اب فيتشرز. هناخد الاثنين، هناخد السيرفر باك اب فيتشرز والكوماند لاين تولز. انا عايز انزل الاثنين واعمل انستول. خلي بالك الباك اب والريستور بتاع الاكتف دايركتوري من اهم المواضيع اللي موجوده، لان وارد جدا ان انت يحصل عندك مشكله في الاكتف دايركتوري بتاعك وما يكونش عندك اديشنال، فتضطر ان انت تعمل ريستور للباك اب. شوف بقى احنا نوعين من انواع الباك اب، هنشوف ازاي ناخد باك اب باستخدام الكوماند لاين، وازاي ناخد باك اب باستخدام الويزرد بتاع الباك اب. طبعا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الميديا، اتفقنا مع بعض ان هو برضو نوع من انواع الباك اب. يعني الميديا نوع من انواع الباك اب، ان انت تكريت ميديا تستخدمها ده نوع من انواع الباك اب برضو. هبص لي هنا نزل لي الويزرد، اقفل بقى السيرفر مانجر وابدا ان انا اخش على الستارت، ابدا ان انا اخش على ويندوز سيرفر باك اب. هبص لي الويزرد اشتغل معايا. طبعا انا ممكن اعمل باك اب سكادول ان انا في وقت معين ابدا ان انا اخد باك اب صح. قبل بس ما نعمل الكلام ده انا عايز ارجع تاني للسيرفر مانجر، وانا منزل هاردين عندي، هظبط بس الهاردين بتوعي بحيث ان ايه، ان انا باك اب عليهم. هقول له اونلاين، بعدين انيشالايز الديسك وهخليها ام بي ار، وهقول له سيمبل نيكست وفورمات ان تي اف اس، لان زي ما اتفقنا مع بعض الباك اب بتاع السيرفر سواء حضرتك هتباك اب داتا او هتباك اب السيستم او هتباك اب اي حاجه، لابد ان الدرايفر اللي حضرتك هتباك اب عليه يكون متفرمت ان تي اف اس. برضو هتيجي هنا كده ونقول له اونلاين، ونيجي ونفرمط الكلام ده برضو.
تمام كده؟ هتبدأ ان انت تقول له باك اب وانس، او زي ما اتفقنا مع بعض ان انت ممكن تقول له ايه اسكادول، وتعمل اسكادول خلاص. نيكست هنبدا ان احنا نقول له مش فول بقى سيرفر، لان لو فول سيرفر هياخد كل حاجه موجوده على السيرفر ده زي ما اتفقنا في كورس السيرفر، يعني كل الدرايفرات اللي موجوده هتلاقيه واخدها وياخد باك اب من كل حاجه موجوده على الجهاز. انما انا عايز اقول له كاستم. نيكست، ها انت عايز حضرتك تباك اب ايه؟ الحاجات اللي موجوده على النيو فوليوم اللي اسمه مثلا ايه، ولا نيو فوليوم الثاني؟ فاهم؟ لا انا عايز باك اب السي، يعني حضرتك عايز تينيبل السيستم ريكفري، يعني بعد كده حضرتك هترجع السيستم اللي موجود عندك. انا عايز انيبل السيستم ريكفري، لان انا باخد باك اب من السي، مش الفولدرات اللي في السي، ده انا باخد باك اب من نسخه الويندوز نفسها. فاهمين؟ نيكست. طبعا الريكفري بيبقى اسرع. باللي فيها، بكل حاجه، بالبرامج المتسطبه، بكل حاجه. ايه لو النسخه باظت ولا حاجه، هنشوف بقى ازاي هنرجعها. هنخش على الريستور مود، هنخش على البوت، نبوت من الاسطوانه ونشاور على الفولدر ده. ممكن، بس لازم بس عشان تفرده على سيرفر تاني لابد ان يكون نفس النيم بتاع السيرفر. هنتكلم عن الكلام ده دلوقتي. احنا بنباك اب دلوقتي الويندوز، ما بنباكبش الاكتف دايركتوري، عشان الاكتف دايركتوري ليه طريقه تانية ان انت تباكبه بيها. انا دلوقتي باخد باك اب من كل حاجه موجوده، البرامج ونسخه الويندوز، وطبعا لو كان في حاجه على السي بقى، الديسكتوب والكلام ده. طيب طبعا بعد كده هيقول لك انت عايز تباك اب على ريموت ستورج، يعني حاجه متشيره، ولا هتباك اب على لوكال درايفر. طبعا الكلام ده احنا كنا اتكلمنا عنه في كورس السيرفر. ايه فهنبدا ان احنا نقول له لا انا عايز لوكال درايفر. خلي بالك لابد ان الدرايفر اللي تباك اب عليه او تاخد منه باك اب لازم يكون متفرمت NTFS. لو متفرمت فات مش هيشتغل معاك اصلا، يعني الويزرد ولا الفات ده ولا ينفع تباك اب عليه ولا ينفع تاخد منه باك اب، يعني الحاجتين. هتبدا طبعا ان انت تشاور له على الدرايفر اللي انت حضرتك عايز ان انت تباك اب عليه، وتبدا ان انت تقول له نيكست. طبعا بعد كده هيقول لك انت عايز تعمل كوبي باك اب ولا فول باك اب. الفرق ما بينهم ايه؟ لو حضرتك بتستخدم انذر برودكت تباك اب عليه غير مايكروسوفت، قول له انا عايز ايه؟ كوبي باك اب. خلاص؟ فده كده يبقى برودكت. على سبيل المثال مثلا سيمانتك. خلاص؟ لو حضرتك هتستخدم الويزرد بتاع مايكروسوفت بس، لان سيمانتك بينتجريت مع مايكروسوفت، يعني الفولدر اللي انا هباك اب عليه من مايكروسوفت ممكن اعمل له ريستور عن طريق السيمانتك، بيبقى هاردوير. خلاص؟ لو حضرتك بتباك اب ما بتستخدمش غير الباك اب البرودكت بس بتاع مايكروسوفت، خلاص حضرتك هتقول له فول باك اب. عشان كده هو بيقول لك ايه، انت تختار الاوبشن ده if you are using another باك اب برودكت، وهنا if you are not using another برودكت. نيكست هيبدا ان هو تقول له باك اب. هيبدا طبعا يديتكت الباك اب ويبدا يعد معاك، وبتاخد لها حوالي العمليه دي بتاع ربع ساعه بس، نتاكد ان هو اشتغل وبعدين نوقف الفيديو. تمام كده بيبدا ايه ان هو يباك اب اللي موجود عندي على السي. كده تمام، كده كده احنا خدنا باك اب من السي. خلاص كده خدنا باك اب من السي، باك اب كامل. هتبدا طبعا بيقول لك الباك اب كومبليتد، هتبدا ان انت تقول له كلوز. طبعا كده الباك اب اهو، لو جيت دوست عليه هيبدا ان هو يقول لك احنا خدنا الباك اب بتاعنا على اللوكيشن بتاعنا اللي اسمه الاي. خلاص، والباك اب ده تمت العمليه بنجاح الساعه كذا. لو جيت بقى حضرتك هنا كده فتحت ماي كمبيوتر الاي، هتبص تلاقي بيقول لك ايه ويندوز ايمج باك اب. لو دخلت جواه يقول لك احنا خدنا باك اب من الدي سي. ها الباك اب، تاريخ الباك اب بتاعنا بالشكل ده، وزي ما اتفقنا مع بعض الباك اب بتاعي فور سكيورتي ما بيبقاش باك اب داتا، ده بيحط لك الهاش بتاع الداتا.
الهيدر يعني، بحيث ان لو جه حد يهاك الكلام ده ما يعرفش ياخده. تمام كده؟ طيب ده كده طريقه ان انا باك اب كل حاجه موجوده بما فيها الويندوز، كل حاجه موجوده على الاكتف دايركتوري بتاعي بما فيها نسخه الويندوز. طيب لو انا عايز باك اب الاكتف دايركتوري بس، لو انا عايز باك اب نسخه الاكتف دايركتوري بس، دي بقى ما بتتعملش باستخدام الويزرد بتاع الباك اب، دي بتتعمل باستخدام الكوماند لاين. ملهاش طريقه غير باستخدام الكوماند لاين. خلاص، فحضرتك هتيجي تبدا ان انت تيجي هنا تفتح كوماند لاين وتقول له دبليو بي ادمن. حلو كده. وتقول له ايه بقى؟ انا عايز ابدا باك اب للسيستم، فتقول له ستارت سيستم ستيت باك اب. دبليو ادمن ستارت سيستم ستيت باك اب، وبعدين تدي له سبيس وتقول له ماينس باك اب تارجت. نقطتين، وتدي له البارتيشن اللي انت عايز تباك اب عليه. عايز تباك اب على ايه؟ الاف، وتحط له نقطتين. بتقول له دبليو بي ادمن ستارت سيستم ستيت باك اب، وتدي له المنطقه اللي انت عايز تباك اب عليها. ده كده يبدا ان هو ياخد باك اب من الداتا بيز بتاعت الاكتف دايركتوري اللي هي اسمها ايه؟ الان تي دي اس، اللي هي نيو تكنولوجي باك اب. وقول له انتر، فيبدا يقول لك انت فعلا عايز تباك اب السيستم بتاعك، يعني عايز تباك اب الداتا بيز اللي موجوده في السي تحطها في الاف، يس اور نو؟ تقول له يس. فيبدا ان هو يعمل ايه؟ يبدا ان هو يباك اب. ولو تلاحظوا هو بيكرييت شادو كوبي. فاكرين الشادو كوبي؟ وظيفه الشادو كوبي ايه؟ ان انا باخد باك اب، وحتى لو اليوزر بيكتب باخد باك اب، حتى لو اليوزر بيكتب في الـ في الـ في الداتا دي، صح؟ فهنا بيكرييت لك الشادو كوبي علشان لو حتى في يوزر بناخد عليه اكشن او في حاجه بتتاخد على يوزر يلقطها برده معاه عن طريق الشادو كوبي. فيبدا ان هو يقول لك انا عملت فاوند، لقيت عدد من البارتيشنات. خلاص، بس انا بقى انا عايز اعرف واحنا مكريتين يوزرز هنا ولا لا؟ تصدق ان انا نسيت. تمام، في الاي تي محمود وتست حلوين. هيبدا طبعا بيقول لك انا عملت فاوند، لقيت كام ملف. خلاص، وهيبدا بعد كده يبدا ان هو ياخد باك اب من الان تي دي اس بتاعتك. اما نيجي بقى نعمل لها ريستور، بتعمل ايه بقى؟ لابد ان انت تعمل الخطوات اللي انا اقول لك عليها دي. خلاص، طبعا انا بس ما عنديش مكنه تانية علشان اعمل بيها الريستور، فهنقول لك الخطوات وهنتست على نفس المكنه. يعني انا هتستها على نفس المكنه. هتبدا ان حضرتك تعمل انستول، تفرمت بقى الويندوز ده. خلاص، الويندوز ده ضرب. خلاص، وعايز اعمل ريستور للاكتف دايركتوري بتاعي. اول خطوه خلاص هتفرمت وتنزل كلير ويندوز، ويندوز جديده خالص. ماشي، دي اول خطوه. تاني خطوة تسمي المكنة بنفس الاسم اللي كانت عليه. يعني المكنة دي اسمها دي سي، تسميها برضو دي سي. فاهم؟ اسمها سيرفر، تسميها سيرفر. تالت خطوة تبدأ ان انت تديها نفس الاي بي اللي كانت واخداه زمان. واخدة 1200 تبقى تديها 1200. فاهم؟ رابع خطوة
تبدا ان انت تعمل الدومين كنترولر بتاعك اللي كان موجود. يعني مثلا الدومين بتاعي كان اسمه اي بي سي، خلاص اعمل الدومين كنترولر بتاعي اي بي سي. خلاص يا عم الحاج ما ينفعش. يعني انت بتباك اب بترجع يوزرز مثلا موجودين في اي بي سي، خلاص هتجيب لي دومين تاني اسمه سي سي جي مثلا وتقول له انا عايز احطهم، ما ينفعش، لازم يكون صوره مني. تمام كده خلاص. يبقى اول خطوه تفرمت، وبعدين تنزل الويندوز تسمي الجهاز بنفس الاسم وتديله نفس الاي بي. بعد كده تبدا ان انت تعمل الدومين بنفس الاسم. بعد ما تعمل الدومين بنفس الاسم هيطلب منك ريستارت، وانت بتريستارت تدوس اف 8. انت بتريستارت هتدوس اف 8 خلاص. بعد ما تريستارت وتدوس اف 8 هيدخلك، هتبص تلاقي مدخلك على حاجه اسمها اكتف دايركتوري ريستور مود ويزرد. اكتف دايركتوري ريستور مود ويزرد تبدا ان انت تخش عليه. خلاص اول ما تخش عليه تفرد الباك اب ده، تبص تلاقي اليوزرز رجعوا زي ما كان. تمام. احنا هنا بعد ما نخلص الباك اب بتاع ده هنعمل الطريقه دي، بس هنعملها على نفس الجهاز. يعني اعمل ايه؟ هدلت اويو باليوزرز بكل حاجه، وبعدين ارجع اعمل لها ريستور. هبص تلاقي الاويو رجعت واليوزرز رجع بالبرميشنز اللي كان عليها. تمام. طيب طبعا هو هياخد وقت طبعا على بال ما يخلص، لسه بيعد في 5% ولا 7%، فاحنا ايه صلي بقى وبعدين نيجي يكون هو خلص. تمام كده كومبليتد. وبيقول لك ان هو ايه الان تي دي اس كومبليتد، صح كده، مع شويه بقى حاجات تانية. طيب علشان بقى حضرتك زي ما اتفقنا ان احنا طبعا هتبص تلاقي دلوقتي هنا ايه على الاف، هتبص تلاقي ويندوز ايمج دي سي، وخد لك ايه السيستم ستيت باك اب والتاريخ بتاعه. طبعا انت ممكن تيجي هنا كده وتقول له دبليو بي ادمن جيت فيرجنز، هيقول لك الاثنين باك اب اللي احنا خدناهم، خدنا واحد الساعة 8 و19 دقيقة، وخدنا واحد الساعة 8 و32 دقيقة. علشان هتفرق معاك طبعا لما تيجي انت تبدا ان انت تعمل ريستور، هتفرق معاك التاريخ. اللي هو موجود على الاي والتاني موجود على الاف. معايا كده؟ اتفقنا بقى مع بعض ان احنا علشان نعمل ريستور للسيستم بتاعي، الاول هناخد ريستور للسيستم. ريستور السيستم، علشان تعمل ريستور للسيستم هتبدا ان حضرتك هنعمل ريستارت هنا كده للجهاز ده اللي هو بالفول باك اب. هندوس اف 2 له اف 8 كده، بلاش اف 2، وهنقول له ايه؟ تقول ايه يا باشا؟ لا انا عايز ابوت من نسخة الويندوز، انا عايز ابوت من نسخة الويندوز. ما نسخة الويندوز داخلة، استنى بس اقفل كده.
هي على الفيرتشوال ماشين مفترض اف 2، اصل هي بتختلف على فكره من جهاز لجهاز. اف 2 بس اضغط بسرعه، عمال اضغط اهو بسرعه مش فاضي. بس اهو خلاص لا تمام كده. ها هتقول له ايه بقى؟ احنا عايزين نبوت من السي دي روم. فين البوت؟ حد بس يشوف معايا كده. اه بوت. حلو كده. هنقول له نبوت منين؟ من السي دي روم. فين بقى سيف؟ سيف اف 10. اف 10 قول له يس. هنبدا ان احنا نخش على اسطوانه البوت بقى كاننا ايه بنعمل كلير انستليشن، كانك بتعمل دلوقتي كلير انستليشن كده. انت بترجع كل اللي على نسخه الويندوز بما فيها البرامج بما فيها الاكتف دايركتوري. هتبدا ان انت تقول له نيكست. طبعا احنا بنقول له ايه؟ انستول صح؟ لا، هنقول له انا عايز اعمل لك ريبير يور كمبيوتر. حلو كده. ها بص بيقول لك ان احنا عندنا اوريدي ويندوز. عارف لو انت قلت له لود درايفر هيطلع لك البارتيشنات اللي عندك، شايف اللي هو الاي، ادي الاي وادي وادي الدي، واحنا عندنا دي ولا هو سماه دي؟ الاي والاف صح. الغبي بقى خلاه دي. طيب عموما انت لو قلت له اصلا نيكست من هنا كده هيطلع لك، يعني انت لو جيت هنا كده هيطلع لك دي. ممكن ان انت تعمل ريستور باستخدام الكوماند لاين، فاهم؟ او تقول له ايه؟ ويندوز كومبليت بي سي ريستور. احنا لسه مش هناخد الكوماند لاين دلوقتي. هتبص تلاقيه لوحده عمل ديتكت لايه؟ للدي. عارف الدي ده انهي؟ الدي ده اللي هو كان يوازي عندنا الاي، بس هو غير الدرايفر ليتر بتاعه. ممكن انت تقول له ايه؟ ريستور ديفرنت باك اب، وتقول له نيكست، فيقول لك انت ما عندكش غير الدي، شايف؟ طلع لك بقى لو انت واخد اكتر من باك اب او اكتر من نسخه يبدا ان هو يطلعها لك. الكلام ده كله يتم وربع ساعة بالظبط وتلاقي نسخة الويندوز رجعت لك زي ما كانت وزي الفل. ها تمام؟ محتاجين نعملها ولا حاجة؟ مش محتاجين نعملها عشان ما نضيعش الوقت. ايه؟ تمام كده؟ ايه يا باشا؟ لا احنا هنعمل ريستور بقى للاكتف دايركتوري، مش هنعمل ريستور لنسخة الويندوز. احنا كده دي الطريقة اللي حضرتك تبدأ من خلالها تعمل ريستور باستخدام نسخة الويندوز بتاعتك عادي خالص. اه لو النسخة واقعة خالص وضربة تعمل لها ريستور بدل ما تعمل كلير انستليشن فترجع لك بكل حاجة كانت عليها. احنا هنقول له ريستارت بقى. ايه؟ اه الكلام ده في السيفن برضه.
دي طريقة. الطريقة بقى التانية ان احنا عايزين نعمل ريستور للاكتف دايركتوري عن طريق الريستور مود. عن طريق ايه؟ الريستور مود. بس قبل ما نعمل ريستور للاكتف دايركتوري عن طريق الريستور مود، لابد ان انا يبقى معايا الباسورد بتاعت الريستور. فاكرين الباسورد اللي واحنا بنكريت الدومين كنترولر بتاعي كان بيقول لي دخل لي الباسورد بتاعت الريستور مود. فلنفترض بقى ان انا في شركة وجيت على الراجل الادمنستريتور ومعرفهاش، او عملتها ونسيتها، فاحنا عايزين دلوقتي نعمل لها ريسيت، وبعد ما نعمل لها ريسيت نخش بقى نعمل ريستور للاكتف دايركتوري بتاعي. بص بقى يا سيدي، علشان خاطر نبدا ان احنا نعمل ريسيت للباسورد بتاعت الريستور مود، طبعا دي متعلقه بالداتابيز بتاعت الاكتف دايركتوري، فدي ما ينفعش ان هي تعمل لها ريسيت غير باستخدام الكوماند لاين. فتقول له ايه؟ ntds util. عايز تعمل ايه؟ عايز اسيت دايركتوري سيرفيس ريستور مود باسورد. فيبدأ يقول لك ايه؟ ريسيت الدايركتوري ريستور مود باسورد. حلو كده. هتقول له ايه بقى؟ ريسيت باسورد اون سيرفر دي سي دوت سي سي جي دوت لوكال. وتدي له الباسورد. استنى، لا ادي له بس كوماند لاين كده. ايوه، بعد كده بقى دخله الباسورد. يقول لك بليز تايب ذا باسورد. تدي له الباسورد بقى اللي انت عايزه، قول له انتر. يا عم لا، باسورد بتاعت الريستور مود الجديده. هيقول لك كونفيرم على الباسورد الجديده. خلاص كده الباسورد اتعمل لها ايه؟ ريسيت. يا عم دي ما... لا، من غير ما اديله باسورد انا بعمل لها ريسيت. هو انت هنا لما بتيجي تقف كده على اي اكونت جوه الاكتف دايركتوري بتقول له ريسيت، بتقول له ريسيت، فبيطلع لك الباسورد القديمه. يقول لك من فضلك دخلها لي، يعني انا عايز اعمل ريسيت للباسورد بتاعت التيست ده. بقف كده بقول له ايه ذا جروب، بقف على محمود مثلا واقول له ايه ريسيت الباسورد. خلاص بيقول لي دخل النيو وكونفيرم عليها. نفس القصه. ما هو لو كان طالب القديمه يا عم احمد، ما هو بالمخ كده بالذكاء، لو كان طالب القديمه ما كنتش هعرف اعمل لها ريسيت لان انا نسيها. يا ابني ما انا داخل بالادمنستريتور. هتقول له سيت كريدنشال زي بتاعت الـ 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 اللي هي بتاعت الاوبريشن ماستر. تمام كده ولا اتفهمت؟ يبقى دي اول خطوه. يبقى اول خطوه هعمل ريسيت للباسورد بتاعت الريستور مود. ماشي. بعد كده هبدا ان انا اعمل ريستارت للجهاز. طبعا خلاص بقى انا دلوقتي عملت الويندوز، نسخة الويندوز اديته نفس الاي بي، سميته بنفس النيم، عملت نفس الدومين. حلو كده. انا تخيل ان انا عملت بقى الخطوات دي. انا هاجي هنا بس كده ودلت ايه الاويو اللي اسمها اي تي دي كده. اقف على الاويو اللي اسمها اي تي واقول له ديليت. ده اللي تتش ليه بقى؟
إليك تسلم. إليك محمود. أكيد بقى مالها بقى. إيه؟ أدلتها من السكيما؟ ممكن. بس أنا عايز أعرف هي ليه مش راضية تدلت يعني. ممكن تكون الاويو دي عشان بس مش معمل لها ريجستريشن. مش كده شايف المسكين دي بس واحنا كده وكده خلاص. هو التست يعني ان انت دلت اليوزرز فاهم كده وكده. هنجيب الجروب اللي اسمه تيست ومحمود ممكن. طيب اقول لكم على حاجه حلوه قوي، ممكن برضو ندلتها من هنا من الدومين نيمينج. ريموف دي كونكت ممكن يا عم خلاص بقى. ها هي مش راضيه تدلت الاي تي. ها احنا هنرجع محمود وهنرجع تيست، هنرجع الجروبس ازاي بقى؟ بص يا سيدي،
اتفقنا مع بعض الخطوات. اول حاجه هتكريت الماشين دي تسطب لها ويندوز جديده وتسميه الويندوز بنفس الاسم. يعني الراجل ده اسمه ايه؟ دي سي، يبقى تسميها دي سي. بعد كده تيجي هنا على التي سي بي اي بي تديها نفس الاي بي، وبعدين تكري الدومين اسمه سي سي جي دوت لوكال. وبعدين بعد ما تكريت الدومين هيطلب منك ريستارت، هتريستارت الماشين وتدوس اف 8. برضو طيب نرجع بقى البتاع ده يبوط من الهارد. المشكلة بقى انا مش عارف انهي هارد فيه اللي هو بقى يديتكت. مرحبنا بقى حلو كده. لما تخش بقى اف 8 هتبدا ان انت تقول له انا عايز اخش على الدايركتوري سيرفيس ريستور مود، دايركتوري سيرفيس ريستور مود، وتبدا ان انت تقول له ايه انتر. كده نرجع اليوزرز والايوز والحاجات اللي موجودة عندنا. طبعا بيديتكت بقى الحاجات اللي موجودة، بيقولك الميموري قد ايه والسيستم بوت بتاعك والكلام ده. هنا بقى تكتب له الباسورد بتاعت مين؟ الريستور مود. احنا بس عايزين نقول له تخش بواحد تاني. مش هنخش بالادمنستريتور بتاع سي سي جي ده، احنا بنخش بالادمنستريتور بتاع الريستور مود.
ده مختلف عن الادمنستريتور بتاع سي سي جي، خلي بالك. فاهمين؟ طيب ايه؟ مفيش حاجه اسمها لوكال يا رجاله. هو لوكال ايه؟ احنا ايه؟ مفيش حاجه اسمها لوكال. هو الدومين كنترولر فيه سام فايل، انت بتخش كده للريستور مود. الريستور مود ده انترفيس مفيهوش اي ويزر، مفيهوش اي حاجه غير ان انت هتعمل ريستور بس ليه. فاهم؟ هتبدا ان انت تعمل ايه علشان تعمل ريستور مود؟ هتعملها برضو بالكوماند لاين زي ما انت ما خدت الداتابيز بالكوماند لاين. مش احنا خدنا الداتابيز بالكوماند لاين؟ هتعمل ريستور بالكوماند لاين، لان هو مش هيشوف غير الـ 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 على الويزرد بتاع الباك اب هنا، مش هيشوف غير الباك اب اللي هو خده بالويزرد. انما احنا عايزين نشوف الباك اب اللي هو خده بالريستور مود. شايف هنا هو شايف ايه؟ شايف اللي هو 8 و19 دقيقة. انما احنا لو جيت هنا كده وقلت له W B admin get versions، احنا عندنا 2 باك اب اللي هو 8 و19، وده اللي احنا خدناه بالايه؟ اللي احنا خدناه بالكوماند لاين. فهو هنا الويزرد مش بيشوفش غير اللي هو خده. فانت لازم لما تيجي تعمل لها ريستور تعمل لها ريستور برضو باستخدام الكوماند لاين. ازاي بقى؟ هتكتب له W B admin restart start system state recovery. بقى مش احنا بقى عملنا له system state backup المرة اللي فاتت؟ نعمل له بقى system state recovery. system state recovery system. system state recovery. وبعدين تقول له minus version minus version. نقطتين، وتدي له بقى ايه الرقم بتاع الفيرجن اللي هو فين بقى؟ اللي هو ده يا معلم. قول له انتر كده. قال لك ايه؟ انت عايز فعلا تعمل ريكفري للاوبريتنج بتاعك، للاوبريشنز بتاعتك؟ اقول له يس. فيبدا ان هو ايه؟ بص على اللي انا عملته، وهيديك بقى التاريخ بتاع السيستم ريكفري بتاعك. طبعا الكلام ده هياخد له وقت، هياخد له مثلا بتاع حوالي ايه؟ تلتايه كده، لغايه ما يبدا ان هو يظبط لك الكلام ده. فاهم؟ تعالى بقى نقفل بقى ده. بصوا بقى كده ايه اللي حصل. اخر خطوه قال لك ايه؟ قال لك احنا عملنا ايه؟ الانتي دي اس صح، وبعدين اداك الفيرجن اللي هو عمل بيه، وبعدين بيطلب منك ان انت تعمل ريبوت، يعني تعمل ريستارت للجهاز بتاعك. فاحنا هنيجي نقفل ده ونيجي نقف هنا كده ونقول له ايه؟ ريستارت. بعد بقى ما تعمل له ريستارت مش هتخش بقى على الريستور مود، لا هتخش بقى عادي ونشوف بقى ايه اللي تم. وقف بقى الفيديو لغايه ما ايه؟ ما يعمل ريستارت. تمام كده يا رجاله، قام الجهاز بتاعنا. هنبدا ان احنا نخش بقى عادي خالص.
طبعا التأخير ده علشان هو دلوقتي بيعمل ريستور وبيقارن الداتابيز بتاعت الاكتف دايركتوري. تعرف لو انا الاكتف دايركتوري بتاعي واقع كله يعني ما فيهوش يوزر هيبقى اسرع من كده، فاهم ليه بقى؟ لان ما فيش مقارنه، انما دلوقتي هو بيقارن. فقال لك خلاص اول ما فتح قال لك ايه، احنا عملنا ريستور او ريكفري خلاص للداتابيز بتاعتنا وخلاص وكمبليتد وتمام، لو حضرتك عايز تكمل بريس انتر. فحضرتك هتدوس له انتر، هيبدا ان هو يدخلك على الويزرد بتاع الويندوز. كده احنا دخلنا على الويزرد بتاع الويندوز. تعال بقى كده نفتح الادمنستريتيف تولز ونيجي هنا كده في اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. يعني هو محتاج ايه؟ محتاج الرسرطية كمان عشان يحس بالدنيا. طيب عادي وارد جدا التهيسات دي، فنضطر نرسطره تاني يعني. خش بقى كده على الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. يبقى احنا الخطوات بتاعتنا تاني هتبدأ ان حضرتك تسطب ويندوز جديدة. بعد ما تسطب ويندوز تعمل رينيم نفس النيم بتاعها، تدي لها نفس الاي بي، تعمل نفس الدومين، وبعدين تبدأ ان انت تخش في الريستور مود وتعمل ريستور باستخدام الكوماند لاين. خلاص بص تلاقي الداتابيز بتاعتك رجعت زي ما كانت. هي هنا بس التهيسة اللي معانا دي ان الدي ان اس كل شوية يقرأ مرة ومرة ما يقراش، فاهم؟ هي بس محتاجة ريستارت او محتاجة ان انت تعيد الريستور تاني بس. تمام كده؟ لكم سؤال؟